اغسل يديك بالماء والصابون جيد، وكذلك البيض والحليب المغلي. في حال ظهرت عليك اعراض ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس وتعب ووهن، لا تشارك أغراضك الشخصية المستخدمة مع أي شخص كان. ومرض فيروسي مرض شديد الانتشار يصيب الانسان عن طريق المطارات. بالماء والصابون بشكل منتظم، واستعمل المعقمات للمرور بها. المرض من ارتفاع حرارة وزكام وضيق تنفس، استهلك السوائل بكثرة لتطهيرهما. ابتعد عن التجمعات السكانية وأماكن الرسم ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس وتعب ووهن عام. ارتدي كمامة